بماذا تعلق على تلك الذكرى وماذا تود أن تقول للشعب الجزائري الحبيب برغم من تلك الخلافات قطعا التي نشهدها مع الأسف الشديد؟ الخلافات هي خلافات مع النظام وليس مع الشعب الجزائري. نحن والشعب الجزائري إخوان وشعب واحد في بلدين. يعني يوم أمس فقط أنا وضعت على صفحتي على الفيسبوك يعني تصريح أحد قادة التحرير في الجزائر ما زال على قيد الحياة، وقال بأنه كيف كانوا يشترون الأسلحة بعد ثورة نوفمبر 1954 وبعد استقلال المغرب عام 56 كانوا يشترون الأسلحة من ألمانيا ويوجهونها إلى بلغاريا ويقومون بشحنها عبر سفن الفوسفات المغربية ويتسلمها في ميناء الدار البيضاء الجيش الملكي المغربي القوات المسلحة الملكية المغربية، ومن هناك ينادون على قادة الثورة الجزائرية من أجل حملها وإدخالها عبر الحدود إلى الجزائر. وهذا هذا القائد السابق في الثورة الجزائرية قال بأن الحسن الثاني اجتمعهم، الملك الحسن الثاني رحمه الله اجتمع بهم وقال لهم هذه أسلحتكم ستمر من الدار البيضاء بأقصى الغرب المغربي في اتجاه أقصى الشرق المغربي مع الحدود الجزائرية، أنتم ستتحملون إدخالها إلى الجزائر لكن بشرط واحد، أن هذه الصناديق صناديق الأسلحة يجب أن تبقى مغلقة حتى تدخل إلى الجزائر حتى لا تتسرب أي قطعة سلاح في الداخل المغربي مما قد يشكل يعني خطرا على الأمن المغربي. يعني المغرب شارك فيها